يا رب حضراتكم مرة أخرى، شرفني ونورني في هذه الفقرة. اثنين من الأعزاء جدا، كريم سعيد مشرف ومنور كالعادة، مبسوط جدا. صباح الفل يا كيمو، صباح الفل لكل السادة المشاهدين. عامل إيه؟ الحمد لله كله حلو. الحمد لله. وأيضا الصديق العزيز أحمد جوهري، أحمد مشرف ومنور. ربنا يخليك، إزيك كريم؟ أخبارك إيه؟ كله تمام الحمد لله. كويس؟ الحمد لله. طيب كريم، هنبدأ بالمواجهة الكبيرة اليوم بين الزمالك وفيوتشر، مواجهة في منتهى الإثارة يعني في نتيجتها. نعم. 3-2 للزمالك، وفي اللحظات الأخيرة الزمالك يقدر يحسم المباراة، رغم إن الزمالك على مستوى الاداء الفني كان معايا كابتن احمد غانم، وكان قبلها كابتن طارق يحيى، قالوا ان المستوى الفني ما كانش جيد النهارده، بس في النهايه 3 نقاط مهمين للزمالك. طبعا اكيد انتصار مهم، نتيجه مهمه، انك تخرج من الدوامه اللي انت فيها، خصوصا كمان الفريق اعتقد يعني الاداره عملت شيء جيد، ان هي عملت اللي بسميه الطلاق الواجب مع كارتيرون، لان اعتقد الثنائيه بتاعه كارتيرون ومرتضى منصور ما كانتش هتستمر كتير بسبب المشاكل القديمه. اكيد طبعا ماتش النهارده كان مثير جدا فيما يخص الحالات التحكيميه الجدليه، كان في يعني بعض في وجهه نظر يعني كان في بعض القرارات اللي هي اثرت على نتيجه المباراه، خصوصا في ركله الجزاء الاولى اللي في وجهه نظري مش صحيحه. وطبعا كان في طبعا كره محمد عبد الشافي، طرد واضح لمحمد عبد الشافي، لكن الحكم يعني اكتفى بالانذار. كان توفيق السيد كان معايا وقال ان هي طرد، بس هو كان رايه ان ضربه الجزاء، بس رايه ضربتين الجزاء صحيحين. لا ما طبعا هي وجهات نظر، طبعا وجهات نظر يعني طبق كره القدم في كل الاحوال حتى فنيا او تحكيميا وجهات نظر. بس طبعا اكيد مباراه لطيفه، فاهم، الواحد استمتع يعني بالماتش، نتفرج على ماتش بيروح ويجي 2-0 2-2 بعد كده 3-2. في كل الاحوال النتيجه مهمه لنادي الزمالك، لكن طبعا كان في مشاكل فنيه كبيره. اندهشت الكابتن اسامه لبيب، بدا المباراه بهاي لاين من عند نص الملعب، طبعا قدام فريق عنده سرعات زي احمد عاطف ومصطفى بدري. اعتقد يعني بس في كل الاحوال فعلا اهم حاجه للفريق ان هو يخرج من دوامه فقدان النقاط، خسران من سموحه في الدوري، خسران 7 نقاط في دور المجموعات لغايه دلوقتي في افريقيا، فكان مهم الانتصار النهارده الزمالك جوهري ما كانش مقدم اداء كبير الشوط الاول تحديدا، الشوط الثاني برضو من الاداء ما تحسنش كتير، وان كان التغييرات اللي عملها الكابتن اسامه نبيه يعني ظبطت الشكل شويه، حسنت الشكل شويه. الزمالك الشوط الاول تقريبا مع مفاجاه الهدفين كمان واضاعه فرص من فيوتشر كان في منتهى السوء تحديدا في النواحي الدفاعيه. ده ميراث كارتيرون، ويمكن انا اتكلمت معاك قبل كده هنا كريم ان المنظومه الدفاعيه لنادي الزمالك انا شايف ان هي واضحه للجميع ان هي فيها مشكله. فده طبيعي ان كابتن اسامه نبيه انت النهارده مش هيبقى الامباكت بتاعه هيظهر قوي ان يحسن او يعدل حاجه. طبعا مساحه ضيقه جدا ان انت تقدر تعمل فيها اي تعديل، لكن اللي انا شفته ان انت قفلت المباراه بعيد عن الفنيات، شخصيه فرقه نادي الزمالك اللي كنت متخيل ان فرقه نادي الزمالك تبتدي بيها. صح، يعني المفروض انت الجيم دوافع جديده، مدرب جديد، عايز تخرج نفسك كلعيبه. احنا بنتكلم، انا سمعتك حتى مع احمد غانم، انت كنت بتتكلم على فكره ان اللعيبه اللي موجوده لعيبه دوليه ولعيبه كبار. حتى لو انت بعيد فنيا عن مستواك، انت تقدر بشخصيتك ان انت تخرج من الدوامه اللي انت فيها دي. لا ومعلش، لو انت لعيب مثلا مستواك في العادي 8 من 10، ما ينفعش تنزل 4 و3 من 10، هو الجاب كبير، تنزل 6. يعني هو مفيش غير دايما فرقه الزمالك اخر السنين، يعني انا بشوف ان زيزو، طارق حامد، وينش، هم اللي دايما بيخرجوا انت تقدر تقول عاملين مباراه جيده، عندهم ثبات بشكل بالظبط كده، الكونسيستنسي عندهم عاليه. عكس لعيبه كتير في جاب كبير. مباراه النهارده انا شفتها مباراه من احلى مباريات لغايه دلوقتي في الدوري. فرقه برضو انا بالنسبه لي فرقه فيوتشر شفت ان هم فرطوا في فوز، لان الزمالك سهل الموضوع جدا باخطاء دفاعيه بالجمله، بخصوصا اول ربع ساعه. شفت ان الحكم المباراه انا شايف ان قراراته النهارده كلها بالنسبه لي كلها صحيحه. شفت ان هو النهارده انا مثلا شايف ان اللي هي الكره بتاع عبد الشافي، الراجل هو لاعب الكره الاول، مش شايفه ان هو قاصد ان هو يعمل التدخل العنيف يعني اللي اتقال عليه. في المجمل انا شايف ان هي كانت مباراه جيده، وحابب النهارده طبعا هنتكلم على شويه حالات كده هنشرحها. هتكلم معاك، بس الاول يا كريم عايز اكلمك شويه على لاعبي فيوتشر والجهاز الفني والكابتن علي معنا، عشان هم كمان يستحقوا التحيه. ممكن يكون خسروا المباراه، بس الناس تجل ان هم عملوا طبعاً مباراه كبيره. اكيد طبعا بدايه المباراه كانت واضحه جدا، كان في تفوق من فيوتشر الشوط الاول. انا في وجهه نظري كان ممكن الفريق ينهي ب 3 و4 كم الفرص اللي ضيعوها
اعتقد كانت في يعني هم بعد الهدفين ما صدقوش، عارف اللي هو ايه بقى ربع ساعه ومش مصدق ان انا بتقدم 2-0 على الزمالك. ولكن طبعا اكيد زي ما قلت لك القرار الفني من الكابتن اسامه ابي شبيه بالقرار اللي خده كابتن مجدي عبد العاطي لما لعب قدام الاهلي برده بهاي لاين ديفنس وهوب لقى نفسه في 12 دقيقه مغلوب 3-0. تبقى بص هي وجهات نظر فاهم، لكن طبعا كابتن علي ماهر انت بتفتكر الكابتن اسامه ابي كان بيفكر في ايه؟ ان هو عايز يمنع فيوتشر ان هو يبقى يعني زمن الهجمه بتاعته تقعد اكتر من 30 ثانيه بس. طبعا كان لازم يعرف، وكان ربما توقع ان مصطفى بدري ربما يكون على الدكه ما يبداش بيه الكابتن علي ماهر. الكابتن علي ماهر توقع برده توقع جيد ان هو نادي الزمالك ربما يكون داخل بجهاز فني جديد وعايز بقى فاهم اللي هو ايه داخلين متحمسين 2-0 وبتضيع كام من فرق تاني مليون في الميه مليون في الميه. عمليه الطار بتاعت عبد الشيف بالنسبه لي كانت يعني حولت مجرى المباراه، انك بتتكلم على فريق هيلعب ب 10 لاعبين من الدقيقه تقريبا نص الشوط الاول، فكانت اكيد هتفرق معاهم بشكل كبير. حتى الكابتن علي ماهر في المؤتمر الصحفي قال ان اللعيبه بين الشوطين قالوا له احنا مش مرتاحين في اللعبه، لكن هو بحييهم على انضباطهم يعني في ظل فوق نظر يعني الظلم اللي هم تعرضوا له كانوا منضبطين للغايه لغايه الدقيقه 90. واعتقد الكابتن علي ماهر كان قالي المباراه بشكل جيد، بس طبعا لما انت بتلاقي السيناريو ماشي مع قدامك بالشكل ده طبيعي ان في امور كتيره بتفلت منك. طيب جوانا كنت بتكلم من شويه على فكره تاثير غياب طارق حامد، تاثير واضح جدا يعني انا افهم انه في لاعبين مهمين لما بيغيبوا ياثروا على الفريق، بس تاثير طارق حامد في المباراه دي والمباريات اللي فاتت واضح جدا. انا متفق معاك في حته بس في حته اللي حابب اشرحها اتفضل عموما بشكل عام، ودي برضو اللي هتودينا لهدف النهارده وان احنا نتكلم على نقطه معينه. طارق حامد قيمته الناس ربطاها دفاعيا بس يا كريم، لا انت هجوميا كمان. كان طارق حامد من اول جولتين في الدوري الموسم ده اكتر لعيب استلم الكوره، عدى عدد المرات اكتر من 100 كوره استلمها صحيح. فانت الشغل بتاعك كله بيتبني هجوميا على طارق حامد، دفاعيا على طارق حامد. نرجع للنقطه اللي انا هبتدي اشرح بيها اللي احنا عايزين نشوف بيها حالات الزمالك في الاهداف. النقطه اللي هي الناس ما بتشوفهاش فكره المنظومه الدفاعيه عن نادي الزمالك. طارق حامد موجود هيبقى عندك برضو المشكله دي، مش تقليل في طارق بالعكس، ده طارق ده اهم، انا في رايي ان هو من اهم اللعيبه اللي لعبت المركز ده في مصر كلها مش في نادي الزمالك بس. طارق حامد مش لوحده هو اللي هيعالج الحته دي، نادي الزمالك عنده مشكله في قلبين الدفاع والحته اللي قدام قلبين الدفاع. وهشرحها لان احنا انا جايب حالتين على الهدف الثاني النهارده لفيوتشر ورابطها بهدف الموسم الماضي كان طارق حامد موجود في الملعب وتقريبا الاثنين كوبي بيست. طيب هنبتدي نعرض الهدفين. ده الهدف الثاني لفيوتشر. انت هنا اللعيبه كلها بص على الكوره كريم، لو نرجعها ثاني معلش، اللعيبه كلها بص على الكوره، كل اللعيبه بص على الكوره، ما حدش شايف. انت اولا بتقابل ما حدش بيقابل، اللعيبه كلها بص على الكوره، ما حدش شايف اللي بره ده خالص، محدش بيطلع يقابل بسرعه، وده الهدف ده اتكرر كتير جدا مع نادي الزمالك. هجيب لك كده يعني بعديها، ادي رفع طبعا متاخر محمود علاء، ده في سبعه جوه منطقه الجزاء، واحد بره وفي اتنين عند الصندوق لوحده، ومفيش حد طلع يروح على نفس الجول بالظبط. هدف سموحه الموسم الماضي مصطفى فتحي اللي احرزه بالزمالك هيتعرض معاه نفس الفكره بالسنتي برده، وطارق حامد موجود اهو يا كريم. فهي الفكره في المنظومه نفسها بتاعت نادي الزمالك هتتلعب. بص كله باصص على الكوره، ساسي بيتمشى وطارق ومحمود علاء ما قبلوش بشكل جيد. هل ده عيب في طارق حامد او اللي بيلعب؟ لا، هي عيب في المنظومه، منظومه نادي الزمالك عندها مشكله في الحته دي. في لازم يتم المدرب الجديد وكابتن اسامه نبيه لغايه الفتره اللي هو هيبقى موجود فيها. تخيلي ان هي دي 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 لقطه ثانيه برده هنتكلم عليها عشان اقفل الفيديوهات بتاعه الزمالك. على فكره برده كانت بالنسبه لي يا كريم لو تتعاد من الاول، معلش، فكره القرار عند نادي الزمالك عند اللعيبه دي تودينا لنقطة تانية. فكرة ان انت وانت الكرة وانت بتبيلد اب، يعني هنا بص مسلوسي محمود علاء التحرك من غير كرة سيء جدا، بص حتى رؤى بيقول له ابدأ من تحت، اسهل قرار عند لعيبة نادي الزمالك اللي هو الطويل. انت هتلعب هنا للجزيري، وقف بقى هنا معلش، لو نوقف نرجع هنا تاني، انت هتلعب للجزيري، هتطلع على الجزيري هنا فين وهتطلع بايه؟ ده هو لوحده هنا يوريلك. انا جبت مثالين. المثال الاولاني فكرة وانت بتبتدي من تحت في كرة سهلة جدا انت بتفرط فيها، وكره وانت بتعمل عمليه ترانزيشن اللي هو المفروض نادي الزمالك مميز فيها في الدقيقه 78. الحاله اللي بعد كده انت المفروض بقى رايح بتعمل عمليه الترانزيشن من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. بص هنا انت الحاله الدفاعيه قطعت، المفروض رايح هجمه مرتده هتبقى تقريبا على 4-2. بص القرار هنا يا كريم عامل ازاي، انت عندك هنا زيزو سيسي جول،
وعمر السعيد بياخد الراجل معاه. بص هنا القرار عامل ازاي، قرار سيء جدا. لعيبه نادي الزمالك عندها مشكله في القرار ده، سببه ان برده في مشكله عندك في المنظومه الهجوميه، وسببها الرئيسي التحرك بدون كور. نادي الزمالك عنده مشكله واضحه وصريحه. ففي رايي ان المدرب الجديد عنده حاجتين هيشتغل عليهم اول ما موجود، فكره وانت بتبني ان التحرك من غير كوره سيء جدا على نادي الزمالك ولازم يتحسن، والحته الثانيه المنظومه الدفاعيه وخصوصا قلبين الدفاع والحته اللي قدام السرد باكين. طيب كريم، هسألك على احمد عاطف، مهاجم فيوتشر بيقدم مستوى مميز جدا من السنه فاتت، بيقدم مستوى مميز جدا، عايزك تكلمني عنه شويه، رايك فيه في امكانياته. لعيب اعتقد من نفس الستايل بتاع محمد شريف، مش مهاجم كلاسيكي، بيقدر ينزل بره منطقه الجزاء بشكل كويس، بيقدر كمان يستلم، عمليه التسلم والتسليم عنده كويسه جدا جدا جدا، بيستلم كمان تحت ضغط، بيقدر كمان يعني يحط نفسه مع اخر المدافع بشكل كويس. الكره بتاعه الهدف الاول ربما من الوهله الاولى ربما تتوقع ان هي تسلل، لكن هو فعلا كان ذكي جدا ان هو حط رجله مع اخر رجل لمحمود علاء، طبعا كان خطا فادح من محمود علاء في التغطيه. لعيب سريع، وانس انه بيحط الكوره قدامه والمدافع بيعرف يحجز ازاي النهارده ينطلق بالكوره. نوعيه المهاجمين دي في وجهه نظري هم اللي عندهم مساحه لعب كتير دلوقتي، وشوفنا مثلا الفرق في النادي الاهلي ما بين محمد شريف وحسام حسن. دي النقطه اللي لازم يعني المهاجمين الكلاسيكيين يفهموها، ان انت طول ما انت بتلعب داخل البوكس في الكره الحديثه صعب، يعني صعب ان مفيش حد النهارده هيلعب 4 4 2 فلات، محدش هيلعب 3 5 2 فلات يعني باثنين رؤوس حربه، محدش هيلعب الكلام ده خالص. النهارده انت عايز راس حربه وحيد ينزل نص، لازم ينزل نص ملعب، ان انت لو المهاجم ده فضل جوه منطقه الجزاء ما بيخرجش وما بيلعبش مع وسط الملعب، خلاص شكرا، مفيش هنا جماعيه في الاداء. وبالتالي اعتقد ده الموضوع ده بنتكلم فيه من ايام مروان محسن مع حسام البدري 2017. فانا شايف احمد عاطف النهارده قدم مباراه مميزه، واعتقد هو من نوعيه اللعيبه اللي باستمراريه التجارب مع النادي فيوتشر اعتقد هيبقى له مكانه ربما في المنتخب في وقت قريب. عايز اسالك على احمد عاطف برضه، مهاجم مميز جدا، وبشوف ان هو عنده ميزه كمان ان هو بيتحرك في ظهر مدافعين كويس قوي. يعني النهارده هو كل خطورته في الكور اللي هي لما هو اولا عنده سرعات، ولو تفتكر برده الهدف اللي هو كان اللي دخل في فيوتشر جابه في النادي الاهلي هو كان مشارك فيه، عنده الحته دي بتتعمل كويس جدا. اللونج باس بيتعمل له او التمريره البينيه لما بتتعمل له في مساحه بيقدر ان هو يتحرك في ظهر المدافعين وبيروح على الجول. مع الوقت محتاج خبرات، ومع الوقت وخصوصا ان هو معاه مدرب متميز جدا كابتن علي ماهر، شوف ان هو يطوره في الحته دي. هو على الجول لو اشتغل بشكل احسن من كده، تخيل ان انت عندك بوتنشال مهاجم كويس جدا لمنتخب مصر. مين يدرب الزمالك؟ السؤال يعني اديني شورت ليست اقول لك يعني. لا ما اقصدش كده، ما اقصدش اسماء. طيب المدرب اللي جاي للزمالك المفروض يبقى شكله عامل ازاي؟ ماشي. طيب المعايير اللي المفروض تجيب بيها مدرب للزمالك، اولا انا في رايي ان الزمالك لازم يخرج بقى من دايره باتشيكو جراس كارتيرون، يعني خلاص اخرج بقى بره الحته دي. ده الاكسبشن الوحيد، ان ده راجل انا في رايي ان هو راجل اسطوره. في مدربين جت مصر، لا يعني جوزيه، موسيماني، فايلر، فريرا، دي ناس ليها احترامها اكسبشن، يعني الموضوع بالنسبه لي وجهه نظري الفنيه. يعني رأيي ان اهم حاجه مدرب، انت لما بتجيب بقى السي في وانت بتبص على السيفيهات، مدرب يكون يلعب كوره الزمالك، لان جمهور الزمالك متطلب عايز يلعب كوره الى حد ما تبقاش دفاعيه قوي الستايل الدفاعي، بس في نفس الوقت يكون عنده المواصفات ان انا اعمل تنظيم ترميم للمنظومه الدفاعيه لنادي الزمالك، لان المنظومه الدفاعيه لنادي الزمالك فيها مشكله كبيره جدا. طيب الاهلي بقى، انا ممكن قبل الاهلي بس اقول لا خالص، انا بس عايز اقول حته، لان انا حاسس ان والله مش قصدي، طبعا هو كريم ليه كل الاحترام ورايه يحترم، بس انا مش شايف ان كان الظلم التحكيمي كبير قوي في المباراه النهارده. يعني شايف ان المباراه، انا في رايي ان القرارات، بس هو زي ما قال لك هي في النهايه وجهه نظر، وجهات نظر بالظبط، يعني بس انا وجهه نظر ان الزمالك النهارده قرارين مؤثرين، ضرب الجزاء وطرد. هو جوالي شايفهم ان هم ما كانوش ضرب جزاء، وحتى برده في حكام زي ما كان في مداخله النهارده، حد قال كابتن توفيق، انا اسف طبعا ليه كل الاحترام، في برده كابتن جهاد دريشه كان شايف كل القرارات النهارده سليمه لنادي الزمالك. فانا شايف يعني ما كانش في ظلم تحكيمي كبير قوي، ممكن نختلف نتفق، لكن في المجمل مش شايف ان، يعني شفت النهارده ان حكم المباراه عمل مباراه جيده يعني. عظيم. الاهلي موسيماني الخبر انه جدد، ما جددش، المفاوضات توقفت، لا المفاوضات شغاله. طيب المفاوضات اتعمل عليها هولد شويه كده واتركنت شويه وهيكملوا، حكايه موسيماني ايه؟
شوف طبعا هو ضغط المباريات مخلي الاداره في الوقت الحالي مأجله موضوع التجديد. انا اعتقد موضوع التجديد اصبح قاب قوسين او ادنى. حتى بيتسو موسيماني كان عنده لقاء النهارده صوته صوره مع صديقنا طبعا الصحفي محمد الجزار، واحد طبعا من مجتهدين جدا، وقدر ان هو يتكلم مع بيتسو موسيماني. وانا سمعت الحوار وواضح كان من كلام بيتسو موسيماني مفيش ازمه، بس هي فكره في ايه يا كريم؟ انت فاهم طبعا النهارده انا عندي وكيل او عندي الشركه اللي بتديرها زوجته وهي بتتكلم، فهو بيتكلمش دايركت. هي دي اعتقد الحلقه المفقوده اللي عامله الازمه. لكن من كل كلام بيتسو موسيماني وحتى من كل الكلام النهارده كمان الاهلي عايز يجدد موسيماني، ومش كل الكلام كل حتى بص احنا موجودين حتى مع البعثه في هناك في ابو ظبي في المونديال، موضوع يعني مساله وقت، ولكن هو بس هو الاتفاق على البنود، فاهم قصدي؟ هو مجرد بس ان هم يتفقوا على البنود. بس هي كريم مالهاش علاقه بضغط المباريات يعني، زي ما انت قلت كده هي شركه هتمضي والاهلي هيمضي. بص هي ليها علاقه ممكن يكون في حاجات لسه بيتفقوا عليها وده عادي وارد. ما خلي بالك برضه في نقطه مهمه، انا ما ينفعش النهارده مثلا الاهلي دلوقتي بقى عنده مشكله في مجموعه في افريقيا. ماتش عندك ماتش المريخ يوم السبت، عندك ماتش بيراميدز يوم الثلاث، اتمنى يتحكم تحكيم اجنبي ما يتحكمش تحكيم مصري. يوم السبت اللي وراه عندك ماتش سان داونز في بريتوريا. فطبعا الموضوع مش فعلا مفيش مساحه ان احنا نقعد بصراحه. يعني دلوقتي انا رئيس نادي او انا مكلف بالملف ده، مستحيل ان انا افتح الملف ده وانا عندي ثلاث مباريات وايه ماتش المريخ وماتش سان داونز مفيش مساحه حتى للتعادل في واحد منهم. ماتش بيراميدز انت عايز تعمل الجاب عشان تعوض المشكله اللي حصلت لك السنه اللي فاتت لما انت فضلت تلعب تتنافس في الدوري ودوري الابطال لنهايه الموسم، وده اثر عليك بخلاف طبعا يعني الاخطاء والفضائح التحكيميه اللي شفناها السنه اللي فاتت. فالتاني مهم جدا ان انا اقدر اخرج من الموضوع ده بان انا اجله شويه وابدا النهارده اقول له اوكي خلص بس الثلاث مباريات دول وبعديها يلا بينا نقعد، واعتقد مش هيبقى في مشكله عند الطرف ده والطرف ده. موسيماني في البدايه وفي النهايه احمد مدرب ناجح، يعني ما فيش اتنين هينفع يقولوا ان موسيماني مش مدرب ناجح، مدرب كويس جدا فنيا ومدرب كبير. ليه الدنيا تحس انها لسه مش راضيه تتشبك؟ انت قلتها بنود. خد بالك برضو هو راجل حاسس بإنج، هو تصريحه كان فيه قال تصريح من قريب الفكره ان انا عايز اشوف مين لو حد جه بعديا تقريبا لجريده جنوب افريقيا مين اللي هيعمل الانجازات دي. فهو الراجل حاسس بالقيمه قيمته وحاسس بالانجازات اللي هو عملها مع النادي الاهلي. فتخيلي ان الفكره ان هو حاطط بعض البنود. انا في رايي الشخصي يعني ان كده ولا كده التجديد هيحصل. يعني انا شايف ان هي هتبقى الدنيا رايحه لفكره التجديد، ولو ان بعض من جمهور الاهلي بيشوف ان موسيماني عنده مشاكل مثلا. انا مختلف مع الفكره دي، بس هم شايفين ان موسيماني عنده بعض المشاكل في المباريات مع الفرق اللي هي الميد تيبل واللي هي بتنافس على الهبوط، الفرق الصغيره، لكن هو البيج جيمز هو على طول متفوق فيها. في المجمل دايما قايم لعيب او بتقيم مدرب او بتقيم اداره تاخدها باكج كلها على بعض. لان مفيش حد هيفضل، مفيش كمال، الكمال لله وحده. انت في المجمل تشوف الراجل ده اشتغل لك الفتره دي عمل لك ايه. ففي رايي ان موسيماني عمل كتير للنادي الاهلي زي ما النادي الاهلي قدم. انا في رايي ان الاهلي والزمالك بيقدموا طبعًا المدربين زي ما المدربين بتقدموا ونفس الفكره للعيبه يعني. طبعا ففي المجمل لا انا شايف ان التجديد هيحصل وسونر ليتر يعني هيبقى موجود مكمل موسيماني مع النادي. طيب اللي انت قلته في نص كلامك ده تسال عنه كريم، فكره ان موسيماني مدرب المباريات الكبيره اكتر منها المباريات الاقل منها يعني. بس بعد هذا الفاصل نكمل مع كريم سعيد واحمد الجوهري، خليكم معانا نتواصل. يا رب حضراتكم مره اخرى. كريم انا كنت قريت لك راي قبل كده شبه ده، انه موسيماني في المباريات الكبيره بيشتغل تكتيك بشكل كويس جدا، بيعمل شغل عظيم جدا، في المباريات اللي اقل شويه ممكن يحصل بعض الخلل. عنده مشكله السنه اللي فاتت طبعا، هو كان لسه بيتعرف على ماتشات الدوري، انت فاهم. خلينا اقتبس المقوله العظيمه لكابتن فاروق جعفر، الدوري غير الدوري يا كابتن. وفعلا ماتشات الدوري ليها سيستم وليها كيمستري معين، ليها كيمياء معينه ما ينفعش تلعب بيها بنفس الطريقه اللي بتلعب بيها في افريقيا. بيتسو موسيماني السنه اللي فاتت مثلا خسر الدوري رغم ان هو تفوق على نادي الزمالك البطل الدوري وخد منه 4 نقاط. نادي الاهلي خسر اكتر عدد من النقاط قدام الجونه، خسر 4 نقاط.
قدام البنك الاهلي خسر 4 نقاط، قدام النادي الاسماعيلي خسر نقطتين، قدام المحله خسر 3 نقاط. وضع طبعا في الادوار الثاني ان انا ما اقدرش اغفل الاخطاء التحكيميه الكارثيه الفجه اللي كانت موجوده. وبالتالي بيتسو موسيماني اتعلم، حتى له تصريح شهير بعد اخر مباراه في الدوري لما قال انا بدات افهم ماتشات الدوري بتتلعب ازاي. ان هو كان عنده ازمه مثلا ماتش الجونه، ايه العامل المشترك ما بينه وماتشين البنك الاهلي؟ النادي الاهلي الماتش الاول طبعا كان فيه هدف ما اتحسبش ايمن اشرف، الدور الثاني الاهلي متقدم 1-0 وهو على طول كان يعمل حركه كان تغييره غريبه شويه، يسحب هو يبدا الماتش ب 4-2-3-1 وهوب اول ما يتقدم بهدف وتبدا الدقيقه تيجي 60 او 65 يسحب واحد من الرباعي الامامي وينزل لاعب ارتكاز ثالث، وبالتالي هنا بيسيب الكوره وبيدي المنافس المساحه ان هو يهاجم. وطبعا حتى لو شفنا نفتكر كده نعمل فلاش باك، هدف الجون التعادل لمحمد نجيب كره ثابته، هدف التعادل للبنك الاهلي كره عرضيه، هدف الاسماعيلي فخر الدين بن يوسف كره عرضيه. وبالتالي كل المنافسين اللي بيلعبوا قدامك دول مش فرق يعني كلاس ايه، حتى دي فرق كل ما هي بتعتقد النادي الاهلي بيدافع قدامها هوب هجري على الطرف وارمي الكره العرضيه. فايه الدرس المستفاد؟ اوعى تلعب الان او تدي حذر زايد على اللزوم لنوعيه الفرقه دي. والدليل السنه دي انا كتبت قلت اي فريق هيلعب بهاي لاين ديفنس قدام النادي الاهلي اقل سكور هيشيله 4. تعالى كده نعمل فلاش باك ونفتكر الموسم ده، النادي الاسماعيلي في الاسبوع الاول لعب بهاي لاين ديفنس قدام النادي الاهلي خسر 4-0. نادي سموحه لعب بهاي لاين ديفنس قدام النادي الاهلي خسر 4-0. نادي مصر المقاصه لعب بهاي لاين ديفنس قدام النادي الاهلي خسر 4-0. اخيرا نادي فاركو لعب بهاي لاين ديفنس بخماسي مش برباعي، بخماسي في الخلف خسر 4-0. مش طبعا مش هستشهد بماتش الهلال السعودي لانه كان له طبعا يعني ظروف خاصه. صح. بس. طيب جوري مباراه امبارح مباراه الاهلي وفاركو، الاهلي نزل اول ربع ساعه في منتهى القوه، وفكره انه الدفاع المتقدم لكابتن مجدي عبد العاطي اكيد كان واضح جدا من اول دقيقه انه في كارثه دفاعيه بتحصل، انه اي كره الاهلي يعني الاهلي جاب 3 اهداف في الربع ساعه الاولى وضيع هدفين على الاقل. ايه اللي عمله موسيماني امبارح استغل بيه اخطاء الكابتن مجدي عبد العاطي، وايه الاخطاء اللي حصلت من فاركو خلى الاهلي يعمل السكور ده؟ نبتدي الاول بفاركو بسرعه. اولا انت لو عايز تلعب بثلاثه في القلب ما ينفعش ثلاثه يبقوا شبه بعض. لو تفتكر احنا كنت معاك هنا كريم بعد مباراه الزمالك مع سجرادة، صح، واتكلمنا انا وانت على فكره الثلاثه اللي ورا ان الثلاثه شبه بعض. مودي عبد الله بكري ورامي صبري الثلاثه شبه بعض. ما عندكش حد فيهم عنده سرعات، وما عندكش حد فيهم يطلع لك بالكره من تحت اللي هو يعني مثلا ان هو يلعب لك باك رايت وفي نفس الوقت يبقى سيرد باك ثالث. فده كان اول خطا. والخطا الثاني زي ما كريم كان بيتكلم فكره الهاي لاين اللي هو اي فرقه هتلعب الاهلي، لان الاهلي عنده كواليتي وهشرح ده بقى، يضرب لك الهاي لاين ده بكل سهوله. برضو من مميزات موسيماني ان موسيماني ذاكر الدوري المصري كويس جدا. تعال نشوف. طيب تعال نشوف. انا في رايي حاجه ان حاجه لما بتتكرر يا كريم ما بتبقى صدفه. يعني لما انت تشوف حاجه خلال موسمين وبتحصل بشكل مستمر ده معناها ان شغل. طيب احنا بنتكلم هنا نرجع الكره معلش من الاول. هنا الكره اللي هي الطوليه اللي هو موسيماني بيشتغل عليها، قفشة انفراد كان يقدر يعمل بالعرض وقرر ان هو يحط جول. ده الجول الايه الثاني للاهلي قصاد فاركو. طيب الجول الثالث هيتجاب ده هدف الاسماعيلي السيزون اللي فات، هي وقفشة بدل ما يحط هنا جول عملها بالعرض. يبقى دي بتتكرر كل مره. هنا مثلا الهدف الثالث انت بتعمل عمليه البيلد اب، طبعا الضغط من فاركو سيء جدا، هنا بيعمل لك نفس الفكره بس هي ما كملتش. عمرو السولاي بيعمل لك اللونج باس ولاعيبه فاركو ضغطه، هنا محمد الشريف قرر ان هو هيستلم بالمنظر ده، لقى ان فرقه فاركو وقفت فابتدى الاهلي يجمع لعب تاني وبيبتدي تحت. نفس الفكره ان بلعب في ظهر المدافعين، عمرو السولاي هيعمل دبل باس مع محمد هاني وبيعملها له وبتتحط في ظهر اللعيبه وتتعمل بالعرض هدف. يبقى واضح ان الراجل شغال هنا. الشوط اللي بعد الشوط الثاني اتكررت نفس اللعبه، عمرو السوليه بص بكره طوليه، بيرسي تاو اتعامل معاها مش احسن حاجه وضيعها، بس نفس الفكره انت بتكرر الفكره يا كريم، فواضح ان هو محافظ اللعيبه. بص هنا الهدف ده بتاع المصري الموسم اللي فات من نفس الفكره، لونج باس اتعملت محمد الشريف وهدف، كان تقريبا ده في استاد اسكندريه على ما اتذكر يعني. نفس الفكره. فهنا معناها ايه يا كريم؟ انا في حاجه محفظها للعيبه، كون ان هي بتتكرر يعني معناها ان هي مش ولدت الصدفه. لا انا شغال عليها. وفي حته برضو طب هيقول لك ما هو هل معقول كل المدربين لما تيجي تلعب الاهلي او تلعب بيتسو موسيماني بتلعب هاي بريشر؟ انا بشوف ان هو عنده ميزه كمان، ولعيبه الاهلي
الكواليتي اللي موجود بيساعده، فكرة ان هو بيخرج الفرق من مناطقها كريم. بمعنى ان انا عملية البيلد اب اللي بتتعمل بتخلي الفرق بتجبرك ان انت بتبتدي تضغط على الاهلي، لان هو بيلعب في عملية البونة الكرة بتتحرك كتير جدا واللعيبة الاهلي بتتحرك كتير جدا، فبيخلي الفرق اللي حتى لو بتفكر ان هي تلعبك ميديم بلوك او لو بلوك تبتدي تخرج من منطقتها، وبيقدر ان هو يعمل اللعبة دي. اللعبة دي اتكررت جدا مع كتير جدا مع بيتسو موسيماني، واللي انا بستغربه حاجة ان فكرة ان فرق الدوري مش قادرة تستوعب ده وكررت كتير جدا سواء الموسم الماضي او الموسم الحالي. عايز اسالك على اتنين لعيبة يا كريم، طاهر محمد طاهر وحسين الشحات، مالهم؟ لا انا هفرق ما بين طاهر وحسين. حسين واحد واحد. هتكلم على حسين الاول. حسين بعيدا عن موضوع الفينشنج اللي هو شاغل دماغه، ان هو حسين الشحات اعتقد في جزء من العقليه بتاعته ان هو حاسس ان هو مهاجم صريح وهداف. هي دي الازمه. حسين الشحات في وجهه نظري الشخصيه من اهم الاجنحه في النادي الاهلي، خصوصا بسبب الدور الدفاعي. بيتسو موسيماني فعلا بيثق في حسين الشحات ثقه كبيره جدا وبيعتمد عليه. ليه؟ واحد من افضل الجناحات اللي بيقدر يدافع، وباي فول باك بيلعب ورا حسين الشحات بيبقى مرتاح. طاهر هو لو عملنا مقارنه يعني يتعب. ليه؟ طاهر كورك ريت وهو معوش كوره بيتمشى، هي دي الازمه. طاهر لما بيلعب على الخط بيبقى فيه ازمه في الفول باك اللي وراه، وطاهر لو ادى الدفاع ما يدكش هجوم، خلاص هو ركز في حاجه واحده. وعايزين نبص عشان برضو الساده المشاهدين يفهموا يعني ايه ورك ريت. احنا بنحسب الورك ريت واللاعب معهوش كوره، بيبقى عندك 3 اوبشنز، عندك 3 اختيارات. اول خيار وده الاسهل انك تتمشى. الخيار الثاني وهو الجوجنج، الناس بتحب تروح الجيم تريد ميل، هتلاقي مكتوب عندك كده سرعات مكتوب عليها جوجنج. يعني ايه جوجنج؟ انت تتهرول، انت ولا بتتمشى ولا بتجري. الاوبشن الثالث اللي هو الجري، اللي هو مين بقى اللي بنتكلم على طارق حامد واليو ديانج، دول الناس اللي بتجري من غير كوره، ناس بتفرهد. وبالتالي انا بشوف الطاهر بيبقى اداؤه جيد لما بيلعب في عمق الملعب. ليه؟ بيقدر ان هو في حد وراه يدافع وراه ويستخبى وراه ويقدر هو يشيله في الدفاع. طاهر اعتقد في وجهه نظري واحده من النقط اللي كانت عنده مساحه في المقاولين، هو كان فري رول، بيلعب زي ما هو عايز، يلعب سترايكر، يلعب بلاي ميكر، يلعب جناح، مش مطالب منه شيء. في النادي الاهلي لا، انت في سيستم. فانا بشوف ان طاهر بيحاول يأدي، بيحاول الامانه شفنا في مونديال الانديه داس على نفسه جامد جدا لما اتحط في مركز المهاجم الصريح، وفعلا اداها بشكل مقبول في ظل الظروف اللي كان النادي الاهلي بيلعب فيها. ولكن في وجهه نظري هيفضل طاهر هو محتاج ان هو يركز في حاجه واحده، الحتتين دفاع وهجوم مع بعض ويلعب كجناح، انا في وجهه نظري مش هتبقى ناجحه. عايز تقول حاجه على طاهر وحسين؟ حسيت عايز اتكلم على طاهر. طاهر فكره ان انت تقربه من الجول اكتر من الخط، وهو عنده ميزه فكره الترانزيشن، هو عملها كويس جدا قدام مونتيري. فكره ان انت بتعتمد على السرعات، هو بروفايل غير حسين الشحات خالص، ودي بالنسبه لاي مدرب انا بشوفها ان هي ميزه، ان انت يبقى عندك تنوع وفلكسبيليتي في السكواد بتاعك، ودي بتديك عمق في تشكيلتك، ان انا يبقى عندي الخيارات كتير قوي. لان موسيماني بقى واضح جدا في سياسته ان فكره عنده حاجتين، انا هعمل روتيشن كتير لان هو عايز ينافس على كل البطولات، وده الطبيعي الفرق الكبيره بتبقى كده. الحاجه الثانيه وهي المهمه ان فكره ان موسيماني بشوف دلوقتي، انت احنا اتكلمنا اهو، انا وانت كلمنا كنا بنتكلم، بيلعب بكذا شكل. يعني انت لعبت تقريبا في كاس عالم انديه 3-6-1 او 3-4-3 ايا كان بمشتقاتها، يعني لعبت 4-3-3 في افريقيا ولعبت 4-2-3-1 في الدوري. فانت على حسب المنافس هيلعب ازاي انت بقيت تحط الشكل بتاعك. فتخيلي ان حسين الشحات هيبقى ليه دور وادوار في مباريات معينه، طاهر محمد طاهر انا قناعتي ان انت كل ما بتقربه من المرمى كل ما هيبقى هيديك نجاح اكبر. من جوهري شرفت ونورت حبيبي، دايما بسعد بوجودك دايما. ربنا يخليك كريم كالعاده، بسعد جدا بوجودك، شرفت ونورت. شكرا جزيلا.